الجائزة الثانية من بالي ماسك العادة الثلاثي المرح حاضرين من غادي عامل جو. ولكن العادة حاضر معنا في الجزء الثاني بيبليك نتاع سيمفونية جاب حضرها دونك كلاس على الاخر محلاهم فوالا دونك مدام سوني انت وصيتهم ها عبيد كلاس سوي كلاس قلت لهم سوي كلاس المراه انجينيور هذيك جايه اي ما عندها ما لعب ليه نحن محاميه الغاليه فهمت شنو جايبينهم معناها عبيد اودغام كذا سي با دو فهمت شنو وزعما مش بيهم جمهوري هذاك راهو يزن جمهوري ابوك مستشفى رماد العقليه ما جيتوش قبيله وقيتش تجي ورا معنا عندنا جماعه ثلاثه من غادي والله ما خرجكم بعض تشوفوا من هنا تشوفوا الحلقه تجيبكم ثلاثه لهنا والله يلزم يلزم لازم لازم ثلاثه غادي اسمع علاش ما تعملهمش هكا اوبيكي غاديك لا باش نجيب بالراسي توا غادي يجيو ثلاثه برا يمشي يمشي امشي الاولاد امشي اوبيكي اوبيكي كلابة معاهم كلابة إلى الزبورة يا قصير دوروا الحيط دوروا الحيط دوروا الحيط فوالا اقعدوا كلابة اقعدوا كيكة باهي والأخرى كانت تعمل في مساج عندها ساعة امشي سي بون سي بون سي بون كلابة اقعد سي بون كلابة خاطر باهي وقايد سيريو وقايد سيريو يا جماعة كي نقولوا قايد سيريو تقعدوا معقبين والله واحد فيكم يتلف دور غايب خليه عليك في باقي الشرطة مين خليه معقبين وقايد سيريو يا جماعة ها وقايد ليدي تو مع سونيا ايه سامحهم سونيا سامحهم اي سامحهم يا زيوم اي ارجعوا ارجعوا انتم راجعين كرامة الضربة بتاعتي نار 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 هذاك شديت السلطة عملوا معلاق ما نجموش في 17 جانفي ما نحكيوش على 14 جانفي تاريخ اندلاع الثورة التونسية وإحنا في عيدها الثامن الثورة التونسية اللي فما برشا حبوا يميعوها سماوها ثورة الياسمين في حين أن فما ناس ماتت من أجل تونس وفما برشا زادة حبوا يقزموها وسماوها ثورة البرويتة الثورة التونسية ما نجموش ننكروا أني غيرت تماماً المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس مش برك في تونس وفي العالم كذلك نعرف اللي برشا توانسة يعيشوا الوضع الاقتصادي الحالي والأزمة الخانقة بكثير من المرارة لأنه الفقير زاد فقر والبطال قعد بطال والطبقة الوسطى ما عادش قادرة أن تواكب ولا تجاري غلاء المعيشة الفساد والفساد يرتعوا في البلاد والسياسيين يتعلموا في الحجامة في روس لتامة شعار الثورة كان خبز حرية كرامة وطنية ما تحقق منه كان الحرية نقول ما تحقق منه لكن كذلك نقول الحمد لله أني تحققت الحرية الحرية اللي هي مكسب نحبه ولا نكرهه مش فقط من أجل حرية التعبير من أجل أنه الفقير ينجم يخرج ويطالب بحقه والبطال ينجم يخرج ويتكلم واللي يتعرض للمظلمة ينجم يخرج ويتكلم هذا هو المكسب الحقيقي ما ننساوش اللي في وقت من الأوقات في تونس كنا عايشين تحت الرعب نخافوا من ظل البوليس نخافوا من غول اسمه الداخلية نخافوا نتكلموا في الشارع نخافوا نتكلموا في الخدمة نخافوا نتكلموا في ديارنا هذا الكل ما يلزمناش ننساوه ولهذا الحرية مكسب رغم الهنات رغم المصاعب رغم الوضع المزري اللي نعيشه فيه اليوم لكن احنا اليوم في 2019 اللي هي سنة انتخابية اليوم باش نقدموا في 2019 الفاتورة باش تطير السكرة ويحضروا المدينية الناس اللي وصلناهم للحكم الناس اللي وصلناهم لسدة الحكم بأصواتنا احنا اللي مشينا وشدينا الساعات وغطسنا صوابعنا في الحبار احنا اللي وصلنا الناس هذوما للحكم كل ما كذب علينا كل اللي غلطنا كل اللي تمسك بالكرسي وما حط نصب عينيه كان الكرسي والسلطة باش يجي وقت في 2019 أنه يتحاسب في 2019 برشا ريوس لازمها تطير
برشا أسامي يلزمها تتفسخ، برشا وجوه يلزمها تتفسخ من المشهد السياسي، يتحاسبوا بحاجة برك بالصندوق. واضح. هذه نسميوها إيديتو يا جماعة، هذه نسميوها الإيديتو. مازلنا باش نرجعوا نحكيوا على الثورة في تصاور. بعد شوية تنقول لكم كيفاش، أنا قبل نستقبلوا لانفيتي ماسكي في الجزء الثاني. أنديس هي فنانة ومغنية. فنانة ومغنية تونسية شعبية. شعبية. اليوم قاعدة فوق السطح، فنان شعبي، فنان شعبي. سمعت الضحكة؟ ترى عاود لي بعرفش الضحكة. شاكيرا شاكيرا. بعرفش فوالا الضحكة هذيك تاع. ضحكة باللحمة. باهي. ترى كلمنا انفيتي ماسكي، خلينا نسمعوك ترى. حبيبة الناس الكل. نجلة. أو روبوت. قالت لك حبيبة الناس الكل. قالت لك نجلة. زازا زازا زازا. ماهيش شعبية زازا. مو شعبية. ما بين بين. بين جبنا وردة الغد. وردة الغد بنجبنا. أنت زازا. لا لا ضربتي بزلات. اي امي زينة. زينة القصرية. ولا زينة القصرية. القفة اللي تهز فيها مش تجيب فيها من الكرسي. لا والله مش قفة، خاطر أمي زينة مرة كبيرة، خفت لا تدعثر. اسمع الزغزغة نتاعك هذوما شنو؟ يا زغزغ يا زغزغ. قسما بالله يا زينة والله، وراس وقت تعرف غلاوتك عندي ومعزتك عندي. والله لا هو الزغزغ نتاعي، الزغزغ نتاع سامي الفهري سلف أمي. ما نبغيش هذا، ما نشعلش من العصاه، كان عندكم فلفل. والله بعد الباساج نتاعي اول مره انفيتي محترمه لغايه، جاتني زينه وقالت لي صباحني، وقالت لي بربي اجا بحذايا رصوصه ونحبك والله نحبها على الاخر ونحيي رجالها ونموت عليها والله. من ناحيه الطيب الطيب على الاخر. من برا بليده، ما هو والله طيب والله. هو طيب برا. هو متربي في الدنيا. اصحاب انت ومريم ولا؟ نحبها. بيبيغا. لا ترى خلينا نعاود بس ما صدقتش. انا نحبها خاطر مريم بالحق ما يهمنيش فاش تحكي في البلاتو كل، انا نعرف مريم كشخص معناها نعرفها بالكدا، انسانه طيبه برشا برشا. عايشك ميرسي بوك. عايشك في الدنيا طيبه معناها هذيك اللي تحكي فيهم. الظاهر تمشي عمرها كالعاده واحد. صحيح. طيبه. تعرف سونيا ولا؟ اي نعرفها، نتفرج فيها معناها. تحبها ولا؟ لا نحبها لا نكرهها، ما نعرفهاش مزيك معناها. انا مانيش منافقه معناها، تحبوني نافق. المراه ريتها في التلفزه. يلزمني نعرفها في المباشر باش نحبها ولا نكرهها. المراه ريتها في التلفزه كهو ما شاء الله عليها، مثقفه معناها ملمه بالقانون. هاني نتفرج ومن بعد تالي كنت عشر انا وياها نقول لك حبيتها. وامينه. امينه جارتي. ومش نعمل انا وياها حزب. ولاد حومه. سي لانسينا حزبنا. باش تصوت لها. ليش سمعتها؟ باش تصوت لها. باش يعملوا مع بعض. حزب مع بعض. سي حزب مع بعض. شو اسمه حزب الصح ولا تحت الصح ولا. زينة وامينة، ما مش زينة وعزيزة. زينة وامينة. بعد زينة وعزيزة نقدموا لكم زينة وامينة. في الدنيا عندي اختي اسمها امينة في الدنيا. ربي يفضل عليك ان شاء الله. ان شاء الله ما يطيح شمبان الحزب خاطر ديما زينة وعزيزة. لا ما تخافش ما دام زينة موجودة. يطيح شمبان مع المنافقين كيف كنت يوسف. الحمد لله. الحمد لله. احنا اسمع. ما دام فما صدق ما دام فما ما يتيحش. انا كان نقول ما نكذبش على الشعب. اسكت انت اسكت. انا منافق. شو معناها باش يطيح حمبان؟ انا منافق. شو معناها باش يطيح حمبان؟ زينة وعزيزة يطيح حمبان. مغيار 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 مغيار. انا مش شد القصر مغيار. تبدي ترتعي في القصر وراجلك يدخل يقول لي اعطيني وزارة هكا. انا راجلي يجي كاتي يقول لك اعطيني وزارة. يقول لي قبل لا علي. احنا في حزبنا دولة قانون. لا ولاد خلينا نريدوا باش نهيجوا من بعد. مش اسمع هذوما زوز انا نعرف شنو نعمل للمراه نسكتهم كان انا. هاو مازال 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 باساج هي على الاخر او جاي. اما قبل الساعه وقاش نتعلموا المسكيو. تعرف تمسكي ولا لا؟ وقاش تعلمت مسكي تو تسيت مسكي في بالي ماسك. اليوم يا جماعه يمسكي سبيسيال ثوره، دونك لي بيرسوناج بتشوفوهم عندهم علاقه بالثوره باش تمسكيو عليهم حاجه. دي بيرسوناج ما عرفش كان زينة عندها حاجه لا علاقه بالموضوع هذا الجمله باش تمسكي عليها. طب بعد تعرفها شنو. نبداو سونيا تصوير نتاعك باش تمسكي عليها اليوم هي هذه. يا سونيا. الجنرال رشيد عمار. تحطني في مأزق. وديما حاطك في مأزق المره هذه.
إنسان مش معروف، لا تذكر اسمه لا قبل ولا بعد الثورة، ما هوش منضبط، ما يعرفش الديسيبلين أصلاً، منيش فاهمك اللبسة متاعه شنو اللي ترمز. يؤمن بقوة المؤسسات، مؤسسات كيف ما سيدي بلحسن الشادلي وسيدي بوسعيد. شنو اللي باش نقول عليه؟ حلمه الوحيد اللي ماذا به يتحقق أنه يصدر البيان رقم واحد ويشد الجيش الحكم ويكون هو في أعلى هرم السلطة يحكم البلاد. فهمتوا مليح اللي هي تمسكي راه مبجوع تمسكي والله تمسكي والله ماني معدي على معسكر ما معرس وعد صغار صباح باه باش تصويرها نتاعك هي هذه مسلف في المسكر بسم الله 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 شنو هي هذا عنده علاقة بالثورة توحشتك يا غالية هذايا لكني موجين هذايا هذايا اخويا نحن توحشناك ماذا بينا كان ترجع في أقرب وقت خاطر مستحقينك نحبوا نغسلوا وجوهنا بالحليب بالجازوز كالعادة نعملوا جو مع المواطنين حلو ياسر توسكي الغاز الغاز ريحتك بنينة وناخذوا الوامر التليفوناتي ريحتك بنينة على الاخر توحشناك ماذا بينا كان ترجع لنا فقر بوقت على خاطر مستحقين شوية هكا استنشاق ويحفل الجو وتولي لجنة حماية الحومة وكل القعدات هذوكم تاع قبل نرجعوا للجو بتاعنا الصحيح الجو اللي بدينا به الثوره بتاعنا الجو اللي عملوه البطاله ومن بعد الخدامه قالوا زيدوني به هذا لاكريموجين انت تعرف ما حاجه برك استحشتها في الايام تاع الثوره تعرف شنو هو الكوفر فو يا بابا الركشه العشيه غير ديتاي تصوير هي تصويره هذه هيا هيا زميلتك زميلتك لا مش زميلتك مرت زميلها مرت زميلها مرت زميلها اي والله نسيبت كادوريم نسيبت كادوريم نسيبت كادوريم ربي هنيها باه شو نقولها عم بزينك الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى الله الله يا شو نقولها حبك لعائلتك وحبك لبلادك هما اللي هزوا تونس لبر الامان لا هو هذول برا التاوس اسمع هاي سيو سي سامبل الكوسا بيه مريم اسرع عليا بيتها هيا مريومة عندك مدة ما مسكيتش هيا هيا تصويرة تاعك مريومة هي هذي حتى ذا نسيب كادوريم ابكي على ايامك كله والله بون انا اون با لا ميم فيزيون دونك اي هي هي حره خليها تمسك عندي انا انسان مش محترم حتى تعرف ويحب كان روحه ما يحبش عائلته ما يحبش بلاده والناس الكل تكرهه فوالا معناتها هذا تمسك ياسر يقلق العباد معناتها هذا تو قاعده تمسك والناس الكل فما كان العباد يكرهوه معناتها انت تعرفوا عنده ولا حتى حد في تونس يحبه تعرفوا بالرسمي ولا ايه به نحينا الماسك الساعه ايه تعرفوا في الدنيا ولا ايه شكون يسخر معناتها تقابلت معاه برشا مرات كنتوا صحاب انت ايه لا مي افيك مون غران بير ان فيت صحاب مع بو ماما على الاخر على الاخر اخر مره حكيت انت وياه وقتها كنت صغيره قبل عرس نسرين دونك لي ما عندي اون بون ريلاسيون بالعكس معناتها خويت ونعرفهم بالكدا هو زيد نعرفه مرته اكس فام زيد سي ما كوبين وين عمره ما قلقني في حياتي واي في سيشيل و سا بون بابا بور سي زانفون لا فيريتي ما انا ما زارنيش معناتها دونك ما عنديش زيدون جبنا لك حاجه ما نورمالمون ما تنجمش تمسكي عليها اما خلينا نشوفوا التصويره هي هذه والله عرفتها والله عرفتها عرفتها عم سليم هاي نبدا والله راجل ما خدمش الرياضه التونسيه كيف وكيف جنيح وكيف شريف بالامين الله يرحمه ما ساهمش في معناتها في الترجي داير اكثر اليوم الترجي وين واصل هو ما ساهم فيها بشيء وجمهور الترجي يكره في الدم ولا غروند بروف اللي في الاغنيات ما يسميوش الكل وهو ناكر وما ساهمش في الرياضه التونسيه وكاو واضح باه على ذكر الترجي الرياضي التونسي فانه عندنا فيتير سبيسيال محضرين باش يتعدى قبل ما توفر الحلقه نتاع اليوم بمناسبه مئويه الترجي الرياضي التونسي اي لا اليوم خاطر فما مئويه نتاع الترجي الرياضي التونسي جوستومون باش تحكي على المئويه نتاع الترجي الرياضي التونسي بعد في ماسك الختام دونك استناو شويه اخر جمهور مكشخه عندكم حاجه تخصكم انتم باه زيد عندك ما تزيد لا والله للتاريخ معناتها باش نقول حاجه يمكن لعبت الشخص هذايا هو
معناتها ابوه اصحاب عزيزي وقرا مع بابا الله يرحمه في نفس معناتها في نفس في الصدقيه. صارت لي حاجه انا في 2006 كي بابا دخل المعارضه بن علي فك لي الباسبور معناتها ما عادش عندي الحق نسافر ومعناتها تخسرت على الاخر وما عادش نمشي نزور با. وقتها هو قريب من العائله بون بين قوسين عمل كل المجهودات اللي باش يرجع لي باسبوري ولكن ما نجمش خاطر العباد ما تعرفش هو 2002 ما عادش يحكي مع بن علي جمله وانا كنت حاضر الموقف اي جهه السورياتي كل وقت ليلى بن علي صريت له بن علي على الطريقه الدباغيه دونك بن علي ما عادش يقابل والله بن علي ما عادش يقابل حد دونك ما نجمش والله من 2002 اتقطعت علاقته ما ضرب عليا ضرب بوني صحيح وقبل صارت له برشا مشاكل في جورتي خاطر كنت نمشي بحذا ولده وكل فين فنحب نقولوا يعيشك وكله وبريتو هو من القلائل اللي خلص معناتها روح لتونس بالاراده نتاعو شفت انه قال انه روح لتونس وانت حاكم وقعد 412 يوم في الحبس معناتها فهذا يحسب له 412 يرحم والديه تصويره مش ماسكي عليها هي تصويره هذه حنان فادي حمدي باش نقول لها فادي حمدي انت تامرت على امن تونس مع جهات اجنبيه وانت ما ضربتش البوعزيزي ودار البوعزيزي سلموا عليك وقالوا لك رانا احنا باش نموتوا بالشر ويعلم بينا ربي مش لاقين حق خبزه ماخذين حتى فرانك ويا فادي وليت ستار وحتى تو ستار الناس الكل قاعده تشبت فيك اما وينك يا فادي ويني؟ وينك يا فادي؟ في الكندا سونيا راه ما ضربتوش بكف لا راهو فادي حمدي تعرضت لمظلمه كبيره نعرفوا اللي هي اتهمت اني ضربت البوعزيزي ومن بعد القضاء انصفها شنو اللي قعدت في تاريخ تونس اني فادي حمدي ضربت البوعزيزي وتنسى الحكم لفايدتها تصور انت بعد الثوره وصدر حكم لفايدتها المراه هذه تعرضت لمظلمه كبيره والحق انا شخصيا نعتبر اللي حتى حد ما انصفها هو في الحقيقه هو في الحقيقه شعب كامل تعرض للمظلمه يا سوري هي 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 دخلت هي ظلمت هي اتهمت باطلا ودخلت للسجن ورغم هذا بعد الثوره صدر حكم لصالحها بعدم سماع دعوى برأها ورغم هذا حتى حد ما يتفكر الحكم هذا به نورمالمون حاجه مش ماسكه عليها كلنا عندهم علاقه بالثوره كان انت ما عندكش علاقه بالثوره بالجمله مش حط لك تصويره انا ما عملتش ثوره لا 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 ما عندكش علاقه بالثوره معناتها حاجه فوالا تو تنجم تعمل ثوره كان اما يلزمك تمسكي كهو عكس اللي تخمم فيه التصويره نتاعك زينه هي التصويره هذه اها صاحبك عاد عشيرك قدكش مغريه بالماسك امي زينه ولا محلي نحي الماسك لا ولا نتمسكي كهو نقعد ماسك محلي مش حقار حتى تعرف يحترم الناس ما عندوش طموح سياسي بكل علاش مانيها مستواه عالي برشا أخلاقه عالية برشا الناس ما تعرفوش بكل على حقيقته حتى واحد ما يعرف حقيقته بكل دونك هذا الكلام تاعك كان بالماسك شنو تنجم تقول من غير ماسك لحظة نشوفوا حنان شنو عملت في قاعدة وتمسكي ونرجع مع بعضنا الباء لماسك البرد جميل جميل البرد جميل عسلامتكم حبيب قلبي خرج لليوم الشارع التونسي بشوفوا في البرد هذايا باش يدفي روحه زعما هيا معنا نلوجوا على الدفاوين قل لي انت كتبت قرسانه وبردانه وتعبه وجيعانه باش تدفي روحك كانون عربي اي شوية لبلابي وزغروتة في الاخر وكاكي 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 ماذا بقى يزيد يبرد طقس قد ما هو يبرد قد ما لبلابي خارج قد ما الفلوس داخلة الحمد لله ايش باش تدفع؟ ندفع كام مليون لكليه باش تدفي روحك في الشتاء دفي روحي بالكوبيرتة وشني اخر؟ ايه ونلبس البرنوس تحت منها وشني اخر؟ ايه ندفي روحي بالسخان وانت دافي بالثلاثة نجوم؟ اكيد ما شنو 100% تتقروح من برا لا لا ثلاثة نجوم تدفينا قول لي في الشتاء باش تدفي في روحك؟ ندفي روحي بالباركور ولا ديك ورينا ترى ورينا عطار يلا ابعد وسع من غادي وسع او دفي وانزل لي عاد فزيد باش تدفي روحك في الشتاء بالكانون اي ابر الكانون باللبلابي ابر اللبلابي بطرنجية دافي روحي بالبخفان بالمكياج كل شيء هذيك علاش مبلحسه روحك بكلك اسمعني صديقنا في الشتاء وفي هالبرد القارس هذا انت باش تدفي روحك والله الوالد بالمطراك يرحم والدي كيفاش؟ كل ما ناكل تريحه نطفى بالله ورسمين قداش من تريحه تو في الجمعه هذه في البرد هذا البرد هذايا زوز الصباح هذي قبل ما نخرج خاطر سرد مكتاع وزوز قبل باش نرقد هذاك ميزم موسيقى كيفاش؟ غني موسيقى؟ موسيقى زخم موسيقى برد هاو ذا
feel you again in my beside. يا إلهي ما عليه شعب الجزائر جاي الدفا بحذانا. الله يسلمك. مرحبا بي. راني نبرد راني نبرد وراني نجوع. أين أكون هرة؟ في تونس الجوع لا تبرد، عندنا كل شيء، أسعارنا صفا، حكومتنا صفا، السياسيين كلهم في ديارنا يسألوا علينا. يا حاجة تبقى في الجزائر هكا يسألوا عليكم السياسيين، جيكم بوتفليقة للدار. إن شاء الله. سبتي وشاتي بكيو علينا. راكشك أول. ديما الراكش. ديما الراكش. راكش لها البرد. اللهم صل على النبي. كيفاش تدفي في روحك؟ بالعواطف. كيفاش؟ أموري مريقلة خمسة زيد. الحنان والحب. كل شيء مريقل. شو تقول للتوانسة باش يدفي روح من الشكاوي ياسر من البرد؟ يلزمهم يقربوا لبعضهم برشا. ثم في ليبيا عندما يأتي البرد باش تدفي نفسك؟ والله طبعا أكيد ملابس كويسة هيك جباب. أكا هو الملابس فقط؟ إيه. أين الدمق؟ آه دمق ضروري طبعا أكيد. وأبار الكلام الحلو معناه يدفي؟ يعني قول مدبشة وكاو مالي الحاجات اللي تدفيك هي المدبشة المدبشة فيني أنا بحبك أنا بحبك باش تدفي روحك تدفي روحي بالحويجن والماكل بالحويج والمقرونة السخونة صفا ماشي الأمور مريقلة الأمور بالحق دافي دافي على الأخر مريقلة تشوف صديقنا في الشتاء باش تحس بالدفء بالشتاء كيفاش هكا عم جو يلا خلينا ندفع معاها أمشي يلا نسكن أمشي اضرب لي دفاية في الشتاء هاو دفاية في الشتاء امشي هاشي امشي كيف والله حسيت بالدفاية رسم كاتيهم لي بيت عندي ليلة يا بنتي اذنكم تاع الناس غدوة اما تدفي ولا لا يدفي وي دوب ما نقرا كتاب ندفع فلوس والرفاهية بالله شو الحاجة الأخرى للدفية دفيني مرتي بالحنان بكل شيء تصوري في بالك أما حاجة اسمها جازوز تعرف شنايك تشرب وسخانة تطلع فوق أكثر كلمة من المدام تدفيك بصراحة وتبعت لك القشعريرة في بدنك والله كي تعاركني ندفع نلبس هذوما الكل نلبس هذوما الكل وأكثر من هذوما كل شيء شو الحاجة اللي تدفيك الحاجة اللي تدفيني هو حنان أمي هيك هاو احنا ندفيو رواحنا بطن كيفاش؟ حيدة على اليمين وحيدة على اليسار يا ريت الحنينة باش تدفي روحك بالمناني وكيما كنتوا تشوفوا حبيب قلبي التوانسة كل واحد اختار وسيلة تدفع متاعه وشيخ بها واحنا باش ندفيو دفي 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 ملا حنان يا خويا مبدع راهو اسمع الميكرو خليني نحكي عليه الميكرو هذا ما ينجم يعملوا كان حنان والله بالاخر سؤال سؤال على الطاير في البرد باش تدفى مريم بالشوفاج بالشوفاج باهي وانت زين بالكويت بالكويت انا زيدون اللهم صل على النبي شو حشمت ريت يا سونيا ريت ولدك ضاع 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 بالكويت ونطلب اختي الدبيخ تقعد تحكي باهي وانت حنان هك الزاورة والبطانية والكلهم على بعض وشوية جاري وشوية فازات زينة باش تدفع البطانية تدفع بالحنين يا مين على أمي زينة يا بحنين أمون باش تدفع أنا منيش قريشة يسرو شنية مال منيش نوع منيش قريشة بربي فسلي انت شنية سلعة بك عادة مجدنة باش تدفع منيش قريشة يسرو هي مع درجات الحرارة دي مرتفعة لا لا هي انفيت نعرف حاجة خاطر راها في الستوري ديما في الشتاء عندها كلابة يدوروا بها والله محلاه سيمي مي على الدفع بالميكروفون الله الله يبارك لا سونيا بس قاوم البرد أدفع من هكا زوين والله والله لا والله برسمي طبعا أنا أقول لك باش ندفع أنا والله لا لا ممبا ندفع نتفرج معناتها نتفرج فيكم ندفع إيمين البارح بالحق البارح بس برنوس البرنوس قديش يدفع عندهم حكمة ناس قبل عندهم حكمة والله تقول شو فاش متناقض البس برنوس وشد عصا وخرج شد باركينج في الانستغرام برنوس جوتشي برنوس برنوس جوتشي زينة قبيلة شوية طلبت منك أنك تمسكي تو نطلب منك أنك ما تمسكيش بشجرك تصويرها هي بيدها وكان كان تعدى يوم السبت سمير الوافي وقال انا ما نحكيش عليها من المفروض انا اللي ما نحكيش عليه معني اي هو قال انا ما نحكيش عليها باش نحكي لك حاجه نورمالمون ما نجاوبش على اسئله تافهه بالحق خاطر هدايا بالنسبه لي باش نجاوب باش نتحاور زينة قسرني تتحاور على سمير الوافي حاجه تافهه ما تهمنيش في فني ما تهمنيش في حياتي الاجتماعيه وما تهمش المجتمع اللي هو يتفرج فينا اللي يحكي قال لك مثلا راهي ما نحكيش عليها سيد هذا معناها مشى بالذمه باش يغطي لي تظاهره معناها مهرجان عملته انا مهرجان تونس ربيع تونس فرنسا وما نحبش راني بالحق ما يستاهلش باش نحكي عليه ما يستاهلش مي انا باش نوضح
الانسان هذا لقاني قدام بوتيك شانيل وحكيتها قبل وحكيتها في اذاعات قبل ودوب ما روحت لتونس حكيتها وكان صارت الحكايه في تونس راني عديتها المحكمه زاده اما صارت لبرا من تونس. انت تلقى فنانه مشهوره محترمه جيت كيما الناس الكل قدام بوتيك شانيل باش نتفرج ولا نشتري ولا كي الناس الكل تقول ليه حبس 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 هذه تستحق التصوير هذه الزينه وقدام بوتيك شانيل ايه شنو المشكل قلت له شنو الغريب فيها؟ قال لك غريب قلت له شنو الغريب؟ قال لي بدنك مش متاع شانيل فهمت؟ اسمعني خلي نحكي عاد شوف هي شانيل ستين مارك والعباد راهي ما تتقاسش بلباسها انما الامم اخلاق او لتكون هو في خلقه انسان ظهر لي فاسد هذاك علاش قلت انا اكبر فاسد فهمتني باش يقول والله نشكي بها قول له اربعه من الناس شاهدين عليك والاربعه من الناس التو احياء الانسان جاني معناها يطيح لي من قيمتي يطيح لي من كرامتي يطيح لي من قدراتي الشرائيه انني قادره نشكي والبدنيه سامحني والبدنيه والجماليه معناها أيه. سامحني انت انسان حقار انسان في بلاد الناس حقرك اش مش ترجع لي الى يومنا هذا نقول نضحك ربي الى يومنا هذا نقول مانيش مسامحاتك الى يومنا هذا نحكي بيك ومن حقي باش نحكي بيك كما انت تستضيف فنانه باش تحكي وتسالها كما تحب انا من حقي باش ننقذك كاعلامي ما عطيتنيش قدري اي تو هو باش يمشي في بالهم يقول لك هذا احنا جايبين زينه باش ترجع الفازة كيما قال ما نرجعش انا ما عنديش وقت باش نرجع والله رب العظيم كان سالتني على مقام موسيقي او سالتني على ميزان او سالتني على فرقه او سالتني على تظاهر او سالتني على حاجه معناها تابعه فني تكون عندها فالور كبير خير من السؤال اللي سالته لي معناها انا جست نحب نوضح للناس و جو ايفيتي سا معناها ماذا بيا راني تخلوني بعيد على هذا وعلى ذاك وباش نوضح حاجه سامي الفهري ما برمجش معايا حتى سؤال باش نقول الامانه وعرفته باش يقص وقلت له براس بناتك ما تقصش وما جبتش الموضوع هذا عند سامي فهري اول مره خاطر انا جبته في اذاعات سابقه ووجعتني الحكايه عندي صافي لونتون ايش يهمك فيه انت؟ هو يحكي ما نعرفش لو انت كي انت مش عاطيني قيمه انت الواحد تجبد فيا اصلا الواحد تحكي عليا اصلا نوف الورتين يحكي عليا نوف هذيك هي مهمته التقطيع والتريش والفتنه والنميم أنا يزمو يجيبك كيما منشطين كلنا احنا هذيك مهمتنا هذيك مهمتكم انا ما نجمش اسمعني علاش زينه قسرينيه سامحني علاش زينه قسرينيه في كل بلاتو تحكوا عليها زينه ريق الليله ومهمتها فن زينه امراه حد روحها مهمتي الفن نو ما يش فن معناتها زينه حاب نفهم معناتها حسمه هو فهم انه زينه ما عندهاش من شانيل مثلا نعم معناتها زينه ما يزيدش من شانيل الحق يصورني انا على حسب تو انا انت تعرف اسمعني سامحني انت تعرف اللي انا سنين متوجة احسن فنانه شعبيه وهذا تسحق تصفيقه واحده ربي يخليك وهذا حسب صابر ارى يعني مش حسب اعلاميين ولا ثم ولا في حفله تتويج وفرحت لك برشا ويعطيك الصحه وبالرسمي تسحق تصفيقه قويه برشا تسحق الجائزه بالحق انا كنشوف هكاك معناها انا في نيفو نخدم على روحي فنانه ونسعى باش نعطي صوره باهيه لتونس وطلعت للخارج باش نعطي صوره باهيه لتونس، هو ما يعرفش زينه قسرينيه قداش من ولايه عامله فيها معناها من ولايه اجنبيه، انا عامله في اكثر من 78 ولايه اجنبيه حفلات الفن الشعبي بتاع تونس نقدم فيه، زايره تقريبا اكثر من 13 دوله. معناها وانا نقدم في الفن الشعبي التونسي باش تجي انت تقول والله كيفاش تشتري من شانيل، والله انا حتى كي نشتري من الفريب انا زينه ديما نبقى ديما اخلاقي عاليه. باش شريت من شانيل في وقتها والله لا شريت شيء والله انا كان شريت بالحقيقه انا اسمعني هو اصلا ما تشوف نغص عليك روح كيف تشري ولا ما تخلي ما عاد تشري صدقني هو البوتيك اصلا مسكر هاي نحكي مالناش نعمل قدامه احنا نتفرج انا نتفرج اسمعني احنا ندوروا وكان نهار حد وانتم تعرفوا اللي فرنسا نهار حد مسكر احنا ندوروا الناس الكل الناس الكل نشوف انا راهم ما نقيمش نفسي بالشانيل ولا بديور هاني قلت لك راني نهبط الفريب ونلبس وديما نبقى زينه ونمشي لديور ونلبس وديما نبقى زينه ما نتبدلش معني هيك زينه انا نحب الشعب يريني معاه في الفريب ويريني معاه في البوتيك الصغير وكيما انا مثلا شتيت شانيل مش تزيدني حاجه ولا مش طلعني معناها شانيل مريم شنو رايك انت؟ ها؟
ذكرك مريم دبيرة حاضرة معنا. مريم أنا نحب شانيل. نحب شانيل. أنا كي جيت كيفك نولي نشري مع شانيل كل مرة نتاقيه هكاك كل جمعة نتاقيه. أنا برفانات كل ما تشري تاقي تاقيه هو كل جمعة تاقيه. والله صباح شانيل تاقي سمير ريفي. ما هوش سمير شانيل تاقي سمير ريفي. اسمعني ممكن ياسر شانيل تناديني تعدي له جمعة هكاك. ممكن شانيل شانيل ينادوني مؤسسة شانيل ونعمل أنا. حضرة هنا لف لف هكا فيت في هنا زينة في بيبيستي شانيل شنو تنجم تكون به؟ أنا نحب شانيل نحب نقول لها هي زينة مزينة انسايد اوت من داخل ومن برا هاي بعلوش بيب بيان سور بيب بيان سافا نهز نعاقبكم مرة أخرى نقعدوا رايدين نهزكم غادي مرة بيب فيت في هذايا ما أحلاها زينة في مريول ولا في سروال مع البليش حتى لو كان شريتي من شانيل. يا الله 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 الله. في بالك اللي يا سونيا اللي متغشى عليك قالت زينة قبل الابيزود اليوم ولا؟ هي قالت لي قالت لك على حكايه ماجده الروم. شنو هي؟ سونيا ما فهمتنيش انا نحب ماجده ونحترمها واغنيه يعجبني علقت علقت وصدقني معناها امراه مقدسه بالنسبه لي فنانه مقدسه بالنسبه لي. شوية المجد الرومي نحكي سونيا أول مرة قابلها لحظة وبيكون ولو صحاب على الأخر تو مش فاهم أنت وليتوا ديجا ولينا ديجا وفهمنا بعضنا من مجد الرومي من أحسن الفنانات ومن أروع الفنانات اللي أنا نحبهم حاجة بركة غاضتني كيفاش هي قالت له كن صديقي بغش أنا قلت علاش ما قالتش كن صديقي روجي هذيك الحكاية احلمي كمان معناتها هذه سونيا مجد الرومي الحكاية كلها سبونتانية هي قال سونيا ما فهمتنيش ربما هي أساءت التعبير يعني أنك تقول بالطريقة هو إحساس أنت حسيتها يلزمها تكون هكا بالأحضان هي متغشة وقت اللي قالتها متغشة على الرجل اللي ما يراه في المراه كان مصدر الفتنه قالت له كون صديقي بغش ولهذا هو ليه تاويل كل واحد كيفاش يأولها دونك بدايه صداقه مع عزيز هو الحكايه الكل نفهموا بعضنا لا اكثر ولا اقل انا ما عدتش معناها كيفاش يلزمني انا في الجيل التالت والله حبيت نعمل مينا ما مشيتش عليه حرام عليك حرام عليك فهمنا بعضنا علاش تمين انت علاش مش قلت لهم راهو المصدر نتاعهم الفتنه والنميمه وي اون بيرسون كي لقاو شكون جريح ما نعرفوش ما نعرفوش قالت لي استاذ عكس هو عنده برنامج مش يستدعاني لي هو يحب برنامج ليه انا ما نجريش ما نجريش انا اللي نحكي على روحي احنا عندنا فلوس انا عندي شكون عنده فلوس يدعم فيا معناها ما على ذكر الفلوس قلت انه الرشقان في العروسات ما يقلقكش ما يقلقنيش حتى الترف اسمعني نعطيك حاجه لو كان ما يعزك لو كان انت ما تعطيش حاجه باهيه المولى العرس ومولى العرس عزك والله لا يمد لك دوره ولو كان مش مولى العرس فرحان من انا نشوفها فرحه مولى العرس هذيك ما نشوفهاش فلوس راهو مانيش نقيم فيها هذوكم مش فلوس هذوكم وسخ انا نقيم فيها شوف هي كلها الدنيا كله سخ يا امين الدنيا كل مانيش هازين من حد شيء اما كي نشوف مول العرس رشق يعني راه فرحان بخدمتي وانا ذيك فرحتي وما نعرفش علاش تعلقوا على الرشقه وانتم تاخذوا في الرشوه ريت مريم مستحيل يا بابا عوديها سمعت سمعت برسمك عوديها مش عليها ما تحكي انا راكم امنوا هكا نتاكيه دبروسك ما بدو عليه ما نعرفش يعني نعرف نخاطب الناس اللي علقوا على رشقتي ياخذوا في رشوه فرق بين الرشوه وانا هكا واحده هكا شو بصراحه زين امين ما بيناتنا فما شكون مره عطيته رشوه بصراحه والله الا نعطي انا والله كي نعطي حاجه نعطي هديه بمزيتي ما ثماش علاش اوراقي مريقله سميتها هديه معك صحيتك اسمها هديه والرشقه اسمها هديه انا مانيش فاهم وراني انا خلينا نحكي معك انا مانيش فاهم حاجه مش فاهم زينه قالت انها ترفض ما تقبل انها تاخذ رشق اي اما ترفض انها تاخذ هديه كرهبه من عند عبد خاطر كيما هداها ليش بنيته معناها هداها لي غرض معناتها صارت ان واحد هداها لها كهرباء لا انت مش تهدي لي حاجه وتبتز لي كرامتي نعفس عليك وعلى حاجه فما شكون هدا لها كهرباء ما حبش تاخذها ما رشق تاخذ اي ما هداها ليش بحسن نيه معناها ليه ما نعرفش عادي انا ما نحبش انا ما حبش ما تعرفش كلامك لا لا سامحني لا خلينا نسمعوا ما تعرفش كلامك متناقض ما هيش تابع سياسه ما هيش تابع هذه تابع امور لا اخلاقيه وانا ما نقبلش على روحي وما نبيعش نفسي حتى لحد والحمد لله رب العالمين حتى لو كان نطلب نتاع ربي
كرامتي فوق راسي. شنو فما صار شكون طلب منك؟ ما عطاهاليش ما عطاهاليش لأني فنانة، ما عطاهاليش رشقة، فهمتني؟ ما جاتش رشقة، جات نتاع باش نغريك وتبعني معناها، فهمتني؟ عطاهالها الجمال هالفتاة. تعرف الكونتكست هذايا كونفوسيوس شنو يقول؟ عمرك ما تقبل هدية من عند عبد ما تعرفوش، خاطر يحطك تحت الصبار. شوف اسمعني، انا راني بنت عروش معناها، ما ينجم حتى حد يتعدى على كرامتي. كرامتي راهي اعلى من اي حكايه. نموت بالشر، ناكل الخبز ما ناكلوش حتى ما نلقوش، ما نلقاش ناكل الشجره وما نبيعش كرامتي. واسكت انت ما بدنا ريت عليها، هو بدا يبربش هذا. لا بالحق امين، انا راني معاك كامل احتراماتي للناس، يلزم يحترموني. انا فنانه مي، راني محافظه على كرامتي برشا. اي فهمناه فهمناه، معناتها عاش كان فهمتوا انتم. باهي ما عدتوش باش تشدوا لي علي، نوكل عليكم جاه ربي. شو اكثر من جاه ربي حكايه؟ ما عدتوش تشدوا لي في التلفزه، لا على الرشقه، لا على راجلي، لا على خلوني انا فنانه. علاش يا اخي شبيكم غايبين على المواضيع المهمه معناها؟ كان فما شكون مثلا يجي يرشق عليك يوت مثلا؟ واو نعم، تقول له لحظه. اذا كانوا عنده، اسمعني، اذا كانوا عنده نيه يا زينه خلنا نتحاوروا، ونيته مقعمزه ما نقبلوش. ما تقبلوش حنان؟ ليه عديتو قامزه؟ ليه زياد؟ صلي على النبي عليه. ليه تجوع الحره ولا تاكلوا؟ كملها، تاكل اللي تحب. ما هو انت تعرف انت تعرف ايش قال زياد؟ تقبل ولا لا؟ اجابته باينه. امان والله ليه، والله ليه. وامي وما رضيش امي، عاد نقعد في حضن امي في الكهرباء. باهي مريم، تقبل ولا انا نقبل ونعطيه تريحه من بعد؟ والله حكايه. عم ليات اكحل باب الخيوط. امينه ما تقبلش؟ نعم عندها يوت. باهي بعدوش نقبل. ولازم معايا عدلي خويا، ونقطع في اليوت خويا. يلا عدلي والله. من غير ما نسال سونيا السؤال هذا، اسال عليه سونيا. شو اسالها؟ اسالها انت، ما اساليهاش. مش على بالي انا قبل سونيا الرشقه. ليه اليوت؟ سونيا تقبل ليه؟ ليه تقبل اليوت؟ احنا ما عندناش رشقه، احنا عندنا اتعاب. صار واحد يبدا يرفع الدول الاتعاب. انت انت وقت اللي تغني انا متاكده انت كاتبه قضيه. استنى وتجيك هديه من مولى المتهم. استنى مش تقبلها كريمه هذيك اللي جات لها قضيه وربحتها وفيها عرق جبين. وانا تم خدمه واديتها. ليه انت عندك كاشي؟ انت عندك كاشي؟ اي انسان في الدنيا جا حد ازاي تقولوا تاخذوا شيء ثاني يهدي لكم؟ تو من اسمعني من سياسيين للمحامين. انا عندي صحابي محامين ونعرفهم معناها بيان بيان. اي عندهم نزيهه وعندهم ثقافه ومحامين ولاد عائلات. تجيهم هديه زينه مولاه المحامولة العادية. شو يقول لك؟ انا فيها فما ثقافه الرسول قبل هديه وانتم تحكيو التقبيل على هديه الرسول. لا 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 نقول لك واحد ما تعرفوش لموني كدويكم كلهم هاتوهم. دقيقه حنان، لموني كدويكم هاتوهم. واحد يجي يعطيك كادو من بعد عرسي انفلوب صح، اما باش هكا رشقه هو يحب هكاك. هما احنا عاداتنا وتقاليدنا عاداتنا وتقاليدنا. عاد اسماعيل حطها بعد شفتي. نعرف نعرف عاداتنا، اما تقاليدك من خدمتنا موجوده تفرقة في المجتمع هذيك. علاش؟ شنو هي شافها من المزود؟ هذيك بنت كاع المزود بالضبط. الله 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 الله. اسمعني اسمعني اسمعني، لو هل عندك الجرأة يا زينة؟ نعم. قلت مرة إنه فما دولة اقترحت عليك فلوس. لا ما نحكيش عليها. لا لحظة، هذه الأمور هذه ما تتحكيش عليها. قلت فما دولة اقترحت عليا فلوس. إي. لا ما اقترحتش عليا فلوس، اقترحت عليا أصلا إقامة عندها معناها. إقامة؟ إي. هكا ولا؟ أو شنو قلت أنت بالضبط؟ أما راني فلوس ما نبدلهاش. فما دولة بعثت لك رسالة نصية. إي وشافوها على وعرضت عليك أموال وفرصة العمل مقابل التخلي عن الفن. قالوا لك ما عادش تغني. لا لا لا، قالوا لي راني بلادنا ترحب بك في أي وقت. راهم هل الدولة هذيا مستعدة اليوم تقول اسمها ولا؟ لا. عليه؟ خاطر انا الامور هذه خاطيتني معناها. وكان باش باش نحط في بالك حاجه، دوبا كلمتني الدوله، هزيت التليفون وكلمت الجرجاني باش تعرف اللي انا راني هكا. واش قالوا لك في الجرجاني؟ شاورتهم في كل شيء. قالوا لي يلزم تجيك انفيتاسيون معناها من عند كتابيه، وتحب وقتها تمشي تمشي، ما تحبش تمشي ما تمشيش. قلت لهم انا راني ما نحبش نمشي، وكلمتهم هذوك وقلت لهم نرفض باش نمشي. انا تونس نموت فيها ونحيا فيها. لحظة لحظة، شعب تونسي يا زينة يا زينة بجاه ربي، خلينا نحكيو مع بعضنا باش نحاول. وحاكم تونسي يحبني يا زينة، خلينا نحكيو. لحظة يا زياد لحظة باش نحاول نفهم حاجة. باش يحب ولاده الكل بابا. اسكو الكلام هذايا تقال بعد ما قلت انت نحب نلبس الحجاب ونبطل الفن؟ يا فري عرفتها من الاخر. لحظة برك جوز جاوبني اي ولا لا فقط. شنو اسكو هذايا الحكاية صارت بعد ما قلت انت نحب نلبس الحجاب ونبطل الفن؟ انا نغني وهم كلموني. اي بعد ما قلت الفازه هذه.
صارت الحكايه وقت اللي انتم عملتوا عليا بوليميك كبيره هم وجعتهم انا. وقت اللي انتم عملتوني بوليميك كبيره انا وجعتهم، قالوا شنو اللي قالته وهي غالط المراه دي، حريتها شخصيه مثلا تحكيت في حاجه تابع حريتها الشخصيه تابع قناعتها هي. وقتها كلموني اما انا راني نموت في بلادي نموت. تموت وتمشي وترجع تموت لهني نورمال. هي البلاد هذه معروفة باحترامها للحريات الشخصية وحقوق الإنسان. يقول لي جملة. سامحني يحترموني. هل البلاد هذه فيها منشار ولا ما؟ يحترمني البلاد ما عنديش عليها حتى فكرة في معيشتها ما مشيتلهاش ما زرتهاش سابقا. ناوية تزورها؟ سي. إذا كان معناها كتب لي باش نزورها نزورها ماهيش ممنوعة عليا حتى فيها. لا ماهيش ممنوعة لحظة بالله نحب نفهم حاجة. معناتها أنت ناوية تزورها في إطار معناتها. إذا كانت بيتي أنا والله زيارتي للبلاد. مش في إطار سياحة، في إطار مناسك دينية. في اطار مناسك ديني عليها انت ريت فيها مقام ديني هي عرفش ولا اخذ لها عندي سبع وبن عليها معناها ريت فيها مقام ديني ما فهمتكش علاش تحكي معناها لا ما فهمتكش علاش تحكي على السعوديه لا ما لازمكش تحكوا عليها السعوديه مملكه مضحك اخذ حقنا لا 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 السعوديه انت مالك غالط طول ضيع في الموضوع بيه مالك مش هذيك معناتها بين قطر والامارات غالطين طول قطر والامارات ما عندهاش كوت ديفوار والله كان نجيب والله زينه تعرف نجم نطلعها انا تعرف شكون نجم يطلعها وباش نجيبوه تو تو سويت لهنا بحذانا المونتاليست نتاعنا فارس مرحبا فارس مرحبا مرحبا شي حبيبي خويا خليك بلاتو بالله هنيني عليهم جماعه هاجين شوي الحمد لله باه باش نخليه يخدم على روحه زينه ولا توفيق على فارس يعيشك ميرسي بوكو يا جماعه بما انه اليوم التيم تاعنا ميوزيكال وعندنا انفيتي تاعنا دونك اخترت باش نعمل اكسبيريونس تابع التيم هذا دوسكي ارتيست غني لي ستار توانسه النجوم المعروفين باه جات معايا لهنا كونش بنجمو نشوفو الناس الكلكم في اسامي لي ستار توانسه مثلا هنا عندنا بالتي لطفي العبد اللي صابر الرباعي كمال التواتي زينة القصرينية شكون هذا؟ زينة القصرينية زينة القصرينية لا عارف انا مش فامي ريحي ظافر العبيدين اغزل له امينه فخت مريم بن ميمي وسيم ميغالو نضال السعدي منى نور الدين كافون احمد لاندولسي دورا زروق ارماستا هند صبري لطفي بوشناق مرام بن عزيزه كلاي بي بي جي كريم الغربي بسام الحمراوي مريم بن حسين لمين نهدي صفيه صادق جعفر القاسمي نجلة بن عبد الله ياسين بن قمره زازا وسفيان الشعري سبوي عليه رحمه الله باهي لهنا اول حاجه من الليست هذه باش نطلب من الببليك انهم يخموا توا في اسم من الاسامي اللي شفتهم توا كل واحد انا في البليك عطيته ورقه باش ياخذ الورقه نتاعو وستيلو وباش يخمم في اون ستار غاديكا في مخه وكل واحد والكام نتاعو باهي ياخذ في الفورم تاع مخه ويخمم في الستار اللي جات في مخه ويكتب لها اسمها ديجا كل واحد عطيته ورقه وستيلو ورجلو جاوك باهي باش نجي لمدام زين مازال نجربوا حاجه انا خاف بصراحه ما نحبش ما فيها حتى شيء يخوف خاف جربناها مع زياد ما فيها حتى شيء يخوف وبعدوش معناتها سافات عاد الطياره على الاخر والله زين فما شيء عندك لي انا ما نحبش انا شنو كنت باش نطلب منك؟ كنت نطلب منك ان تخمم في اله موسيقيه اكا هاو هذه سهله تحب نجربوها؟ تحب نجربوها هكا؟ اله موسيقيه مش باهي يا سيدي شو تو نحبك تخمم في اله موسيقيه في مخك بالطبيعه ما تقوليش عليها سي بون؟ باهي برشا باش نحاول انا توا نطلع الاله اللي خممت فيها انت باش نسال شويه اسئله وما تجاوبنيش جاوبني كان في مخك قول ايه في مخك ولا لا في مخك هكا هاو باهي متفاهمين باهي كانت نجم مدام زين جوست توصل لي شويه باهي باش نسالك اسئله كيما قلت جاوبني في مخك ايه ولا لا اسكو الاله اللي خممت فيها اله وتريه في مخك ها في مخك ما تجاوبوش ما تجاوبوش ما تجاوبوش ايقاعيه في مخك ديما جاوب ولا هوائية في مخك باه نجمش تصور هكا في مخك تخيلها قدامك باه كيما قلنا ذي اكسبيريونس نحاولوا احنا نحاولوا نطلعوا شنو اللي في مخك اون فاي سي كيف نجم كيما لي لاني عندي ورقه بيضاء نحبك تو تتخيل
الانسترومون اللي اخترته في مخك قدامك. وصل لهنا؟ راني نخسر لك، خاف ترقدني. لا 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 خاف يخسرني رقدني. لا لا ولا لا. لا لا. خمن فيها بالعربي ولا بالفرنسي؟ بالعربي، فرنسي. بالعربي فرنسي. ناخذها بالعربي، ميساج ناخذها بالعربي. نحبك تخمن قداش فيها من حرف الانسترومون اللي خممت فيه في مخك، كم تقول لي حد شيء. سي بون؟ ما كلتش برشا، دونك باش تكون ما بين أربعة ولا خمسة حروف. بوسيبل. بما أنك فنانة شعبية. ما نعرفش حسيت هذايا. حتى هذايا حاسس أنا غلط. ما عجبتنيش. دخلت بعدك هكا. صعيبة مدام زينة صعيبة. والله أسهل مني لا تفهمها. باهي. أنا كتبت توا لهنا حاجة. لانسترومون ميوزيكال. ما عادش نجم نبدلو ستيلو هنا. نحبك لأول مرة تقول شنو الآلة اللي خممت فيها. أول مرة. إيه أول مرة تقول لي شنو الآلة اللي خممت فيها. الآلة الموسيقية. قولها بالأخوي. نقول عليها. قول عليها. المر من نحكي لك معني المرلو جتني في مخي حاجه وكتبت لك حاجه اخرى باش نراوغ بيك. ما يسالش شنو هي اول حاجه في مخك؟ كلارينيت. كلارينيت. ومن بعد شنو كتبت في مخك؟ شنو كتبت؟ كتبت الجاسب. الجاسب. بما ان حاجه تبعك انت والحاجه تبعك انت. هذيك علينا من الاول قلت ماهيش تجي صحيحه، هذيك علينا عرفتها باش تقول الجاسب. يا صاحبي والله برافو. اسمعوا ما رمتوش راه هو خاطر عنده خدمه في العينين. خلينا حنجربوا اكسبريس معاك. فسخت وفسخت. باهي. يا معلم. هاني صافا؟ الحمد لله. باهي. باش نجربوا حاجه تو مع بعض. باهي، الاسم اللي ديتهم لهنا. اختار شي واحد في مخك. اسم ولا سي بون؟ باهي. باش نحاولوا نطلعوا مع بعضنا. باش نستعمل. تهبط لي شوافري؟ لا منديل. مش عطى فوق راسك. تخاف الشوافري تنحو. هذا ستيلو او هنايا. وهذا ورقة بيضاء. لعبت معاه قبل. باه. حنان عندك توا ستار في مخك سي بون؟ اخترته؟ اخترته سي بون؟ باه. نحبك تخمم في حرف في الوسط نتاع الاسم نتاعو، حرف الوسط في الاسم نتاعو، اختار الحرف الوسط في مخك. باهي. نحب تكون صريحة معايا. الحقيقة يعني. اسكو خممت من الأول في حرف ومن بعد مشيت حرف واحد آخر؟ لا الحرف الأولاني أنت قلت لي مشيت مشي الوسط. مشيت أي الوسط مشيت لذاك. لا مشيت قريتهم ومن بعد اخترت حرف. باهي. ما نعرفش أنا حسيت ما نعرفش عليه. بيه. اللي قعدت تخمم شوية في الأ ومن بعد مشيت الإف. هي 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 احلى انت تفهم حنان اكثر مال يخليهم لك ايش بحذاي مش عادي ايش بحذاي اقسم بالله ريت الدعوه بحلاها ونحبك تاكد زاد الناس الكل اللي لنا متفاهمين لحد شيء هذيك اهم حاجه خاطر باش نقول لك راهم متفاهمين ولا حاجه وراس بابا يا جماعه المعز منه وكان ربي لنا متفاهمين جمله باه شو ايش بحذاي هنايا ما تخافش لا مش خافش منك انت فارس سعد معاش خير في الدنيا حط يدك هنا نحبك تو تخمم فيه البيرسوناليتي هذيك من بعد تحط عليه من مخك ليدك من بعد من يدنا لكتفي كتفي ليدي ومن بعد تعدل هناك الورقه اللي حطيناها هو ستيل ستيلو قاعد يكتب ريتو امبوسيبل ما تخافش لا لا ما تنحيش يدك ها ثم حاجة تكتب في الورقة شنو البيرسوناليتي اللي اخترتها بالله؟ أنا اخترت ظفر العابدين ظفر العابدين أوه لطف امبوسيبل
عندك انفوس الانتريور قويه برشا. تبارك الله تبارك الله عليك يا خيف. شو فيش تاكل؟ ناكل اش تعمل؟ ماهوش نورمال. قص صمم بالله لك الحلق ما فيش نفوسك. باهي باش نرجعوا من الاول بالكل كيفاش بدينا احنا كي دخلنا. انا طلبت من الببليك انه باش يخمم في بيرسوناليتي وباش يكتبها في ورقه. باهي كتبته في ورقه لما زلته. باهي الناس كل تكتب البيرسوناليتي في مخها في ورقه تو. كل واحد يكتب الاسم تاع العبد اللي جا في مخه في الورقه هذيك. وتغطيوها هكا على صدوراتكم مش حد ولا خليوها هكاك ما يسالش. سي بون كملتوا الكلكم؟ باهي باش نجي مثلا نسال اي واحد فيكم مثلا خليوها هكا على صغير الناس الكل باش نشوفها ولا شنو كتبت؟ اي كافون. باهي ترى نشوف غاديك كافون كافون ترى غاديك كافون 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 او كلها كتبت كافون كافون. تصفيق على كافون ترى غاديك شكون بلي كافون كافون الكل كتبت كافون. الناس الكل باش تقولوا لي لهنا علاه الناس الكل كتبت كافون. انا جي اسي دانفلونسي العباد باش يختاروا اسم كافون. باهي كي ترجعوا من الاول في الفيديو تسمعوا شنو قلت. ثم كلام قلته معناتها ديستيني للحكايه هذي. قلت لهم الناس الكل باش تخمم في بيرسوناج وكل واحد وشنو هي الكام نتاعو يخليه في الفون نتاع الميموار نتاعو. كي تسمع كا وفون سوبكونسيون نتاعك يجي في مخك كافون. باهي لهنا نجم انا ما نقنعكمش. كلامي نجم يكون هذايا كلام. اما انا كنت متاكد ان الناس الكل اختار كافون. عليه تو نحب الناس الكل تهز توري الناس الكل كافون هكا. وري كافون كافون. لا اقلب اقلب اقلب. لا لا اقلب الكل باش الناس الكل تقرا كافون. اقلب انت اقلب. اقلب الناس الكل توري كافون هكاك صحيت. كيف كيف؟ اللي وراك قلت سي بون هكاك. الناس الكل تشوفوا كافون. تو الناس الكل شد الوراق هكاك ودوروها من اليمين لليسار. الناس الكل دوروا من اليمين لليسار وتلصقوا تلصقوا الوراق في بعضهم. باهي. لصقوا شويه الوراق في بعضهم. تصويت شكون خرجت بالله؟ لصقوا بعضهم. يعني انا وريتك البروف. الناس كلها تقوموا هكا. انا وريتك البروف اللي انا كنت متاكد مش اختار الناس كل كافون. والله ما دخله منا نحن. والله. برافو فارس. ميرسي بوكو يا على فارس. برافو. يعيش. خويا فارس يعطيك الصحة. يعيش. بصراحة معناتها انه باش يقرر انه يختار معناتها كافون كلهم هو في باله اكد لكم. اللي كنتوا انفلونسي الببليك اللي حاضرين لا بروف انه اعطاكم تصور تاع كافو مقصوصين. حاضر معناتها من الاول عرف اللي انتم حاضرين. تحبش تطلب منه حاجه زينه؟ انا نروح في قهوه نهرب. هذا الطفله العين فيها يا زهره وحدها من توا اختار. انت تعيش هكاك معناتها؟ لا لا نعيش كالعباد. انا جوست حاجه بركه. لا ما كتنوم انت. اي نوم حاجه اخرى. هذيك حاجه اخرى. هذيك اوبسيون. اوبسيون زين. تحلى في العين وراك. عندك حاجه اخرى تحب نكملوه؟ عندي جوست حاجه علي اخترت كافو. باش نطلبوا منه شفاء واحد ان شاء الله ربي يشفيه. ربي يشفيه. هذاك عليه حبيت كيما قلت ديديكاس كافون اوماج لي هو صاحبنا كافون. هذاك عليه اخترته. وميرسي بوكو. فارس تصفيقه كبيره برشا ليك. يعطيك الصحه فارس. يعيشك. ميرسي مونتاليست نتاعنا. يعيشك فارس. يعطيك الصحه فاروق. يعيشك. باش نرجع عليكم طلع يجيب لكم حاجه. نتاعي انا وامينه من تو. كاو عصير عصير نتاعو. في الحلقات الجايه. في الحلقات الجايه نحكيو على الطرايف. جوستومون نحب فرحان تصفيقه كبيره برشا زاده على زينه خاطر جات بحضنا وزينه كي جات بحضنا جبت معاها اغنيه جديده هكا ولا مكتوب يا مكتوب باش نسمعوها بلاي باك من عندك ونحب تصفيقه كبيره برشا على زينه ميرسي اللي جيت نعاودوا نقابلوا بعد الاشهار. I'm sorry.